من الفوضى وموجة عنف شهدها اليوم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ابن شرف، وحسب ما أكده الطلبة فأن مجموعة من المنتمين إلى التيار السلفي وطلبة إسلاميين من خارج الكلية قاموا برمي الحجارة في ساحة المعهد وين موجودين الطلبة، وهو ما تسبب في حالة من الهلع كما تسبب في حدوث إصابات. حاولنا نصدوهم نخليهمش يدخلوا المؤسسة، اللي يضرب معناتها بسكينة، اللي جايب عنده سكينة، واللي يضرب بطاولة ضربوني أنا بحديدة في رأسي، وفما الولاد زادت تكون تضرب في ديه جو شدوا الصفة هذه كل يرموا في الحجر في الكور على العباد، فهمت شي يكبروا بذا كله بالتكبير نتاعهم، يضربوا في العباد، يسبوا، حبوا يدخلوا الجامعة ما خلنهمش، عبوا برشا 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 عباد فهمتني كل، وبعديك دخلوا من الباب الاخر من غاديك، خلعوا الباب من غادي بعد ما ضربوا العساس خميس لهنا، العساس بتاعنا ضربوه لهنا وضربونا حتى احنا كطلبه، لكن الاداره قالت لنا ما انت خلوهم البرة فهمتني، عزلوهم البرة، خلوهم البرة يتصرفوا، دخلونا من غاديك من الباب الاخر. فما طالبه من الاتحاد العام التونسي للطلبه لهذا الفصيل اللي معناها في النقابي نتاع النهضه، عاملين تظاهره لنا وشكبت عنا سكول دون لسانس انه فما واحد من الاتحاد العام لطلبة تونس اللي هو مراد ادعت انه اضربها بحضور الناس كله بشد حتى الاساتذه، وهذا ما صارش به، نسقت مع اطراف من برا، الاطراف هذم فيهم الطلبه اللي هم ما همش من الجامعه من ابن شرف، وفيهم حتى ما همش مواطنين عاديين، جو مسلحين معناها باسلحه بيضاء فيها حتى سكيك. السبب في ذلك وحسب ما صرح به عدد من الطلبة هو محاولة إفشال تظاهرة باش تتقام نهار الأربعاء من قبل الاتحاد العام لطلبة تونس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وإحياء لذكرى الشهيد شكري بالعيد. العنف اللي صار اليوم اللي قادوه ما يسمى بالاتحاد العام التونسي للطلبة، في اعتقادنا أنه الهدف منه هو إفشال التظاهرة هذه، وهذاك علاش نحب نشدده ونوجه معناها الدعوة إلى كل نفس حر وتقدمي، إلى كل الطلبة، إلى كل مناضلي الاتحاد العام طلبة تونس، إلى الحضور يوم الأربعاء. وأمام الوضع هذا وتفاديا لأحداث عنف أخرى قررت إدارة المعهد تعليق الدروس اليوم الاثنين وغدوة. الأكيد أن بعض الطلبة مارسوا العنف على طلبة آخرين، والملحوظة الأساسية أن هناك غرباء عن المؤسسة ساهموا في هذا العنف بصفة لافتة للنظر. أمام تطور الأوضاع وحماية للطلبة وللمؤسسة ارتأينا بعد التشاور مع الأطراف المعنية تعليق الدروس بالنسبة إلى هذا اليوم ظهرا، وبالنسبة إلى اليوم الغد، وإن شاء الله يوم الأربعاء تتواصل الدروس بصفة طبيعية. إلى جانب ذلك أكدوا الطلبة أن الأمن ما تدخلش بسرعة والنجاعة المطلوبة. الأمن ما أنت غايب والأمن مش قاعد يقوم بدوره، نحن نعرفوا اللي كانوا قبل كان ثم أمن جامعي وكان ثم كذا، هذا ما أنت باش ترجع ما أنت أمن جامعي للجامعة التونسية لا مجال إليه اليوم، لكن أيضا وقت اللي يبدأ ثم ما أنت مجموعة من الكلوشرات يقودهم ما أنت تنظيم ما أنت متاع حركة النهضة متاع حزب النهضة اللي هم معروفين ما أنت بالعنف متاعهم، معروفين ما أنت كيفاش ما أنت يحب يوصلوا لميساج متاعهم والرسائل متاعهم للولاد الشعب، زيادة ما أنت مطلوب من الأمن اللي هو يقف ويتصدى. في المقابل فإنه مدير المعهد أكد أنه الإدارة اتصلت بالأمن اللي تحول على عين المكان وعبر عن استعداده لحماية الطلبة والمعهد، لكن الإدارة خيرت بقاءه خارج المؤسسة.